برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، من مواليد منطقة الجزاء، من العلبة الهدافين، وكمان هو دلوقتي محلل فني زميل وقدير بيسعدنا دايما وبنستمتع بيه في تحليل المباريات، مباريات النادي الاهلي. معانا النهارده في البيت الكبير الكابتن هاني العجيزي اللي برحب بيه. اهلا وسهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ يا هون كابتن هاني، ازي حضرتك يا عم؟ لا كابتن مفيش جنب حضرتك حاجه حبيبي، منورنا. اتعلم منك يا كابتن، ربنا يخليك. منورنا طبعا في البيت الكبير يا هاني، وزي ما قالت سهام لعيب من طراز رائع، وكان عندك خبرات على مستوى طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهنتكلم معاك في كذا ملف كده هاني. نبدا طبعا الحدث الاكبر دلوقتي طبعا منتخب مصر، منتخب مصر بيستعد بشكل جدي لمباراه، ماتشين توجو يوم 14 ويوم 17، والنهارده كمان كان في مباراه مهمه بالنسبه للمنتخب، كينيا مع جزر القمر، والتعادل الايجابي 1-1. شايف استعداداتنا ازاي؟ استعداد كابتن حسام، شايف القايمه ازاي، ورؤيتك كمان لماتشين توجو؟ بص كابتن هاني، طبعا الروح المعنويه دلوقتي للاعيب منتخب مصر طبعا مرتفعه جدا، بسبب ان النادي الاهلي ونادي الزمالك واصلين لفاينل لبطوله افريقيا، بطوله يعني اهم بطوله في افريقيا، في افريقيا كلها. فانا شايف ان الحاله المعنويه للعيبه كلها دلوقتي مرتفعه جدا، وشايف ان يعني حتى اللعيبه المحترفين اللي جايين من بره، اذا كان صلاح او اذا كان النني او حجازي او تريزيجيه، كلهم ما شاء الله شغالين كويس جدا، وفي فورم عاليه. واحمد حسن كوكا برده ما شاء الله، يعني الماتش اللي فات برده جاب هدف وماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت. فانا شايف ان دي افضل حاله لمنتخب مصر في من سنين فاتت كتير. طبعا مباراه مهمه طبعا، لان طبعا حضرتك زي ما قلت النهارده التعادل كان يعتبر في مصلحتنا طبعا، لان طبعا كينيا المفروض ان هي بتنافسنا، هي وجزر القمر. فانا شايف ان مباراه التعادل النهارده طبعا يعني ده، لو انت ان شاء الله كسبت الماتش الجاي هتبقى اول ان شاء الله مع كينيا او مع جزر القمر تقريبا. فشايف ان دي يعني حاجه، في حاله كويسه في المنتخب، وفي حاله تفاؤل في المنتخب. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، صعود الاهلي والزمالك لفاينل افريقيا، واللعيبه المحترفه اللي جايه، حتى اللعيبه المحليين شغالين بمستوى هايل، كلنا متابعين طبعا الدوري المصري. وطبعا انا اول حاجه عايز اشكر طبعا المسؤولين في مصر على اتخاذ قرار ان الدوري يرجع. ده كان اهم قرار في الفتره اللي فاتت، ان الدوري كان لازم فعلا يرجع، لان كلنا شفنا الدوريات اللي رجعت، وشايفين المستوى وصل لفين، وشايفين ان اللاعب المصري برده، مع ان اللاعب المصري يعني مش عايز اقول مش ملتزم، لكن ما بيطبقش برده الاحتراف زي اللعيبه بتاعت اوروبا. لكن نادي الزمالك والنادي الاهلي والنادي الانديه كلها كبيره لما رجعت من بعد التوقف بتاع فيروس كورونا، شايف ان في لعيبه حالتها كانت عاليه وحالتها كانت كويسه، وكانوا محافظين على نفسهم، بدليل ان نادي الاهلي ونادي الزمالك وصل لنهايه بطوله افريقيا. فطبعا كل ده بيصب في مصلحه منتخب مصر، واتمنى طبعا ان المباراه الجايه، المباراتين الجايين دول مهمين جدا للكابتن حسام البدري، واتمنى لهم التوفيق طبعا، لان تكسب الماتشين دول ان شاء الله تبقى ضمنت بنسبه 90% الوصول للنهائيات ان شاء الله. قارني